شبح الموت بات يخيم على مدينة جعار في محافظة أبين، المدينة التي يعاني سكانها من غياب تام للخدمات الأساسية بالتزامن مع توتر الأوضاع العسكرية بالقرب منها، وهو ما ضاعف من حجم المعاناة خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للأمراض والأوبئة الخطيرة. أنا عامل سابقا في المجال الصحي، أنا شبه متقاعد، لكن العاملين والسلطة في المحافظة والمديرية ساعدوا على نشر الوباء، ما قاموا بأي إجراءات الحجر صحي الحالات المؤكدة مخبريا، إنما ساعدوا على حتى تزيد الوفيات ويكسر الدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومن المستفيد، كله على ظهر المواطن. منذ نحو أسبوعين بدأت الحميات بالانتشار، حيث تجاوز عدد المصابين بها 2000 حالة إصابة، بينما أصبح عدد الوفيات بالعشرات، بينهم أطباء عاملون في مستشفيات المدينة، ما جعل تقارير طبية تؤكد أن بعض هذه الوفيات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، فيما ذهبت تقارير أخرى لتؤكد أنها لأمراض أعراضها شبيهة بالالتهاب الرئوي. نأسف كثيرا من السلطة التي لا تتواجد عندنا اليوم، نأسف لعدم وجود حبة بنادول في الصيدليات، إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك قياب للسلطة وقياب للدولة الذي تفتك بالناس. الناس تموت يوميا، الناس تقتل، الكهرباء غير موجودة، الناس تصيح، لا وجود للكهرباء، لا وجود للمياه، لا وجود للصحة. يقولوا هناك حجر ولا في أي حجر، يقولوا هناك في سيطرة على الوباء، بل بالعكس إنهم يساعدون الناس ويساندون الناس على موتهم على قتلهم. من الناحية البيئية والصحية يبدو الوضع كارثيا في مدينة جعار والمناطق القريبة منها، إذ سارعت السلطات إلى وضع إجراءاتها الاحترازية وتمثلت في فرض حظر التجوال للحد من خطورة الوباء ومحاولة تطبيق إجراءات وقائية أخرى، لكن الملفت في المدينة هو حالة النظام الصحي المتهالك الذي يحول دون قدرتها على احتواء الأزمة القائمة، ما جعل أكبر مدن محافظة أبين تعيش في أزمات مختلفة جراء الحرب التي فاقمت من معاناة السكان اقتصاديا، إضافة إلى الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار الأوبئة وتضاعف أعداد المصابين بها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.